بكرة الجمعة. لا ايه بكرة الجمعة. آه خلص بنروح وين ما بدك. انا برايي نروح على المطعم لانه انا هلكت من الطبخ. على فرمي واغسلي وحطيه بالفرن وشعلي على الغاز. خلص تكرم عينك. آه بكرة بنروح على المطعم. اوكي ماشي. او الا نعم. لا انا عم فكر نروح لعند اهلي لانه صرنا كثير ما رحنا واختي وصهري بيضلوا عندهم بيقولوا علينا قليلين واجب بعدين. لا عيب شو يقولوا عنا قليلين واجب. خلص بكره بنروح لعند اهلك وبنتغدى عندهم. شو نتغدى مشان يقولوا عني وعنك انه ما شبعني الاكل ببيتنا؟ لا لا بلاها الفكره. لا بلاها خلص بلاها الفكره خلص ما بنروح بنتغدى عندهم. والله انا عم فكر روح سيران. شو رايك ناخذ هيك اللحمه وملاقي لنا هيك قطعه ارض خضراء نقعد وبنشوي لانه عم بيقولوا الطقس اليومين كثير حلو. إيه والله حلوه الفكره كثير. ايه خلص كرم عينك بنروح وبنعمل مثل ما انت بدك. ايه ماما يعني عادي كل الرجال هيك. امي انا طقت روحي منه. بدي عالم بدي ونس بدي ناس. شو عايشه لحالي انا؟ ربا تقبريني انت بنتي وانا بعرفك يعني ما تزعلي مني. ها انت كثير اجتماعيه حبيبتي زياده عن اللزوم يعني هيك يعني كثير. ايه فهمتي علي ما هيك يعني بتقري كثير وبترغي كثير وبتفتقي وبتعيدي كثير بالقصه يعني بتطقي قلبه للواحد. عرفتي تقبريني هلا هيك انا الله يسامحك. ما انا كل الناس شايفيني اني نغشه واجتماعيه وونسه الا انت وجوزي معاجبكم العجب. لا ماما صح كلامك صح يعني بس اوقات الواحد هيك بيكون يعني تعبان مضغوط بالشغل ما له خلق يلعي وياخذ ويعطي ويسمع هيك. بس لا تزعلي. بلشوا لك ماما ما تضايقي هيك يعني انت مرته وشريكة حياته وعايشه معه على طول وبعدين الزلمه يعني بيجي مضغوط من شغله عايف حاله مثل ما قلت لك فهو كمان مو مقصر معك. يشهد الله مو مقصر معك بشيء بيدللك وبغنجك وبيشيلك اللي بدك اياه فطولي بالك بس عليه شوي الواحد بيكون تعبان. امي تقبريني هدي شوفي بس يجي جوزك على البيت ما بتعملي ولا شيء بتقولي له يعطيك العافيه وبس بعدين بتروحي بتحضري الغداء بتقعدوا على الطاولة انت وياه ومن تم ساكت. جربي من تم ساكت ولا تفتحي اي سيرة ولا تحكي اي حديث. اذا هو حكى وبادر كان بها اذا ما حكى خليكي ساكتة بالمرة خليه هو يستغرب هو بيندهش انه ليش هي ما عم تحكي ليش هي في شيء اكيد فهو بصير يحكي وقتها بتفاجأ كتير انه انت تغيرتي وصرتي وحدة تانية وبيتغير. معقول امي يعني معقول هو يصير هيك يفتح مواضيع بتفرفح القلب يغازلني مثلا نتناقش ناخذ ونعطي معقول؟ اي طبعا بس شوفي انت لا تسالي ولا شيء لا عن روحاته ولا جياته ولا طلعاته ولا فوتاته ولا تليفوناته ولا مشاويره ولا شيء بالمره. جربي وشوفي شلون خبره. رح اجرب بس القصه صعبه. ما رح تندمي بتاتا تقبريني. كيف بدي اسكت؟ ايه ما بقدر. مثل ابوكي مخلق منطق. مرحبا. اهلين حبيبي يعطيك العافيه. الله يعافيكي. جوعان حط لك اكل؟ لا اكلت برا. صحة. يعني ما بدك تسأليني مع مين اكلت؟ لا حبيبي المهم انك اكلت. اكلت مع رفيقي حسان. صحة.
العمى شو بهاي؟ فيكي شي؟ ما في شي. الحمد لله. يعني بس يعني متضايقة من شي؟ مرضانة شي؟ لا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب شو سويتي بغيابي؟ ولا شي مهم. طيب يعني قصدي ما رحتي مطرح؟ ما اجى حدا لعندك؟ اجت ماما. يا حبيبتي ها منيح منيح دخيل عينها ماما. طب ليش ما ضليت على الغداء؟ ما بتقدر. طب ليش ما بتقدر؟ عشان بابا. يا طب كان يجي معه يعني عمو الله يخلي لنا اياه. يعني والله انا ببسط بجيته هيك بنعمل عيله وكنا يعني اكل بس كنا بناكل مره ثانيه مع بعضنا هيك يعني. غير مره ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله خير. يعني شوفي اخبار يعني شوفي ما في. ما في شيء مهم. لكي انت كانك ضايجه مو ضايجه انت مو عادي عادي. طيب شو رايك نحمل حالنا ونروح لعند أهلي على البيت؟ يعني هيك بنعمل سهرة ظريفة، منطقطق بزر، بنشرب متة، شو رأيك؟ أوكي. أوكي؟ أوكي. إذا ما بدك بلاها ما بنروح لعند أهلي. مثل ما بدك. لا بتعرفي شو انا برايي الاحسن انه نروح لعند اختك لانه اختك وجوزها كثير بيسلوا وبيعملوا جو هيك ظريف ونحن ننبسط معهم. شو رايك؟ بيصير حلو بيصير يعني. طيب بما انه انت لابسه بيجاما قومي اطلعي بدلي ثيابك مشان يعني نجهز حالنا ونروح لعند اختك ونسهر عنده. حاضر. ايه حسون؟ لك لا اكيد ما رح تأخر يعني هلا. ايه شوي تاني بلبس الطقم تبعي وبيجي لعندك. لك لا هيو معقول؟ لك انت رفيع عمري شو هالحكي هاد؟ لك دخيل قلبك انا اصلا انت اليوم رح تطلع تاني احلى عريس بالبلد كله. يا ده مين اول واحد؟ انا اول واحد اكيد. عن شو حبيبي؟ يلا ان شاء الله ما بطول عليك. هلا بدل الثياب وظبط اموري وبجي لعندك. دخيل قلبك اهلين يا عريس مع السلامه. مع مين عم تحكي؟ ما 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 ما, ما, ما حسن حسان رفيقي. شو بده؟ شو 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 شو, شو بده اليوم عرسه وبده يعني يروح لعنده يعني. بدك تروح؟ ايه اجباري يعني. شو رفيقي الوحيد معقول ما يعني عرسه ما احضره؟ الله يرضى عليكي اطلعي ظبطي لي الطقم اللي بدي البسه على العرس مشان البسه وروح. طقم يا بعتي طقم يا روحي ولك نحن على عرسنا بس ايديك لتلبس الطقم. بعدين من كل عقلك رايح وتاركني لحالي هون؟ ليش ما عامل عرسه مختلط؟ ليش ما عامل عرسه مختلط؟ انت بس روقي علي شوي. ما بدي روق حبيبي ما بدي روق. يا رجلي على رجلك يا ما في روحه. اساسا انا شو عم استفاد منك؟ لك انت شو عم تسخط فكري لحالي هون مثل الكلبه؟ اساسا اذا كنت انت بالبيت انا ما رح استفاد منك. يا على الموبايل عم تفرج على التلفزيون عم تحكي مع رفقاتك على الموبايل ولا شو ولا شيء.
ولا كأنه إلي قيمة. لك انت مو عارفه انا شو الوضع، بس انا والله يعني خلص معك حق، انا عم فكر له انه يعني ما يعمل احسن ما تروح. اي خلص احسن ما تروح. اساسا انا عم فكر يا يعني نروح لعند اهلي، نعم، يا يعني نطلع نتغدى بشي محل، نعم، يا نقعد هون نتفرج على الفيلم. خاطر يا بتحبي نروح لعند اختك ولا اختك وجوزها يجوا لعنا؟ لا وين يجوا لعنا، نحن انا بتلا بالطبخ لا لا التنظيف. لا لا اكيد لا ما بيهون علي. انت شو جاي على بالك؟ طيب انت بتحبي انه فرضا اذا هن ما هلا اول شيء العرس لغينا للعرس خلص بلا، واي مناسبه رجال لحاله بدون نسوان ما في.